على مدار ما يقرب من أسبوعين حبس العالم أنفاسه وتصاعدت حدة الترقب والتوتر انتظاراً للرد الإيراني على إسرائيل إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية داخل العاصمة طهران. تهديد ووعيد برد قوي وغير مسبوق، هكذا صرح مسؤولون إيرانيون بدءاً من المرشد الأعلى الإيراني مروراً بالرئيس مسعود بازشكان. وفي هذا الإطار يجري الحرس الثوري الإيراني تدريبات عسكرية تستمر على مدار 3 أيام في المناطق الغربية من إيران، والتي تأتي بعد أيام من تحذيرات من تحليق الطيران المدني في الأجواء الإيرانية بسبب مناورات عسكرية، ومع ارتفاع مخاوف اتساع رقعة الصراع في المنطقة تطرح تساؤلات بشأن تأخر رد إيران، ووضع خبراء ومحللون سيناريوهات متفاوتة لطبيعة الرد الذي تنوي إيران توجيهه إلى إسرائيل. فمنهم من يرى أن التأخير جاء بسبب الإعداد لهجوم قوي ومنسق مع حزب الله اللبناني. خبراء وعسكريون سابقون في إيران توقعوا أن يكون الرد قوياً وغير محدود باعتبار أن اغتيال هنية مثل تحدياً كبيراً لإيران على المستويات الأمنية والعسكرية، لذا فهي بحاجة إلى رد جاد ومؤثر يتناسب مع ما جرى على أرضها من مساس بسيادتها واغتيال شخصية بارزة حلت ضيفاً على أراضيها. على جانب آخر، رجحت مصادر أمريكية بأن طهران قد تعيد النظر في شن هجوم متعدد الجبهات على إسرائيل وسط فرضيات بقيام إيران بتوجيه ضربات شكلية فقط لحفظ ماء وجهها. تدريبات عسكرية إيرانية وتحركات تتكتم عليها، فهل ستباغت طهران إسرائيل بضربة موجعة ترد بها على انتهاك سيادتها؟ أم ستعيد قراءة المشهد وتلقي بمسؤولية الرد على حلفائها في المنطقة على رأسهم حزب الله اللبناني؟